اهلا وسهلا بكل اوفياء الاذاعه القريبه منكم ميد غاديو. مرحبا بكم معنا في حلقه جديده اليوم من برنامج سيداتي سادتي بفقرات منوعه فيها مجموعه من الافكار ومن الاقتراحات. واليوم ان شاء الله غادي نجاوبوا على مجموعه من الاسئله اللي عندها علاقه بالديكور. اكيد رفقه الخبير والمختص في الديكور سامي دانان. كيف الحال سامي؟ اهلا وسهلا. اهلا بك وبجميع المستمعين. مرحبا بك معنا اليوم سامي. غادي نجاوبوا على كثير من الاسئله. غادي نجاوبوا على سؤال ديال حنان من العيون، نزهه من مراكش، مجدونين، ام نرجس وناجيه من طنجه، وكنتمنى ان شاء الله انهم كلهم يكونوا في الاستماع باش ياخذوا الاجابات على الاسئله اللي سبق وطرحوها علينا مع الخبير والمختص في الديكور سامي دانان اللي حاضر معنا اليوم. فقره بريكولاج فيها مجموعه من الافكار ومن الاقتراحات كتوصلنا يوميا من خلال صفحه برنامج سيداتي سادتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ففقط للاشاره ميفوتني نذكركم على أنه الصفحة الرسمية والرئيسية للبرنامج هي الصفحة اللي كتحمل شعار أو للعالم ولا الراية المغربية، فهذه هي الصفحة الخاصة بالبرنامج واللي كتلقوا فيها الأفكار والاقتراحات اللي كتمر معنا في كل حلقة من حلقات البرنامج. اليوم غادي نرجو أفكار واقتراحات من عند زاهرة بوشارب، من عند سميرة بن مدينة أكادير، ومن عند أم مريم. أفكار واقتراحات ذكية بزاف ومشكورات عليها، دائما كيجتهدوا كيحرصوا على أنهم يتواصلوا معنا بشكل يومي ويتقاسموا معنا ويتشاركوا معنا كل أفكارهم وكل اقتراحاتهم. احنا قبل ما غادي نمشيو لاولى فقراتنا غادي نبقاو مع اولى اختياراتنا الغنائيه، نسمعوا ليها وراجعين ما تمشيو فين. دائما على ميد غاديو برنامجكم سيداتي سادتي. اليوم غادي نمشيو مع الخبير والمختص في الديكور سامي دانان باش نجاوبوا على مجموعه من الاسئله اللي سبقوا مرت معنا. فسامي غادي نمشيو نبداو باول سؤال كان من عند حنان من العيون. حنان قالت عندها زليج موف في اللون ديالو في الدار، والمشكل انه المعلمين خلاو ليها السيمه البيضاء، فهي حاولت انها تحكها شحال من مره واستعملت المواد ديال التنظيف سامي ولكن بدون نتيجة. بالنسبة للسيمو كنا شرنا في عديد الحلقات بأننا خصنا نبدأ نردو معها البال سورتو ملي كيكونوا عندنا المعلمين تيلا إلى مثلا كانوا ديك البقايا، يعني بدات نصحوا بأن كل نهار كيخصو يبدا ينظف بالماء باش دوك لي تراس ما كيبقاوش ديال سيمو، حيت كيكونوا شوية صعاب باش يتحيدوا. نعم، إذا ما نخليوهاش تنشف على الزليج. ما خصهاش تنشف على الزليج. دابا اللي كيوقع هو كاين جوج الحالات، يا إما المعلم كيخلط فوق منها يا اما ملي كيدير دوك لي جوان ما كينيطوايش الزليج مزيان. ملي كيدير دوك لي جوان بالسيمه البيضاء، يعني ديك الملاقيه ما بين الزليجه والزليجه، نورمالمون في الارض كيفاش كدار كيخلطوا السيمه البيضاء مع الماء وكدار ديريكتومون كتكون شويه جاريه وكيدوزوها بالكراطه بالغاكلات حتى كيعمروا بها لي جوان مزيان. ونورمالمون كيخصو ملي كيكرط كيخصو يدير بونجا ولا شيفون كيكون فازق ومعاه سطل ديال الماء كيبدا ينطوي الزليجه بالزليجه باش كيحيد منه دوك البقايا اللي كيبقاو ديال السيمه وكيبقى غير لي جوان اللي كيبقاو عامرين. نورمالمون هذه الحاله اولا كيكون خلط فوق منها، خصو حتى الا اقتضى الحال انه خلط فوق من الزليج يعني خصو سيغ بلاص خصو يغسلو سينو الا كرم كيكون صعيب. في هذه الحاله كاين نورمالمون خصها تستعمل الخل الابيض الا كانت لا كونتيتي ما كثيراش بزاف، دير الخل الابيض ديرو فوق منها باش ترطب واحد شويه ودير ان غاتوار. الغاتوار بحال اللي كيستعمل الصباغ وغتبدا تكراتي بشويه بشويه، غير تحاول باش ما تخليش شي خدوش في الزليج. واخا نمشيو هذه المره السؤال ديال نزهه سامي. نزهه قالت انها خدات واحد الارض نواحي مدينه مراكش، دابا هي مازال ما بداتش البني ولكن كتسولك اسامي قبل ما تبدا تبني كتسولك شنو النصيحه اللي غتعطيها بالنسبه للحيط، واش تزلجو من الفوق حتى لتحت اولا دير غير صباغه؟ علاش التخوف ديال نزهه على انه دوك القنات ديال الحيط في التحت اللي كيكونوا قرب للارض كيخرجوا بحال الماء وكيعطيو الغموليه، لانه الدار اللي ساكنه فيها دابا عندها هذا المشكل فما بغاتش تطيح فيه مره اخرى، فكتسولك شنو النصيحه ديالك قبل ما تبدا تبني؟ خصها تعرف بعدا علاش كيخرج لها الماء من 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 الجهه ديال لي بلانت، علاش كيكون هذا المشكل. هذا المشكل هذا كيكون ملي كنكون ملي الله كتبنا الدار اولا كنصلحوا الدار في لابوز ديال الزليج اولا ديال الرخام كدار ديك الفورما ما كيخليوهاش تنشف. اون فوا المعلم غير كيحط الفورما كيحط فوق منها الزليج اولا الرخام، كنعرفوا الفورما كتكون فاسقه، داك الماء كيخصو فين يمشي، كيبدا يطلع من الجهه ديال لي بلانت كيبدا يخرج لنا في الجناب، كتبان لنا الهوميديتا كتبان لنا الصباغه كتقشر. ايوا وداك الحيط بحال كيتنفخ بعض المرات الصباغه كتنفخ. دابا اللي نصحها هو ان الزليج ما كاينلاش دير الزليج في الحيط، غير توقف مع المعلمين ملي يدوزوا الفورما، يعني كيخصهم على الاقل واحد اربع ايام خمس ايام اللي تبقى الفورما وتبقى الدار مهويه حتى تنشف حتى اللون ديالها يولي مقاد. هذه شحال من مره كنا شرنا لها باش نعرفوا انه ديك الفورما ديال الزليج نشفات. خص اللون يولي موحد يولي اللون موحد عاد ديك الساعه يديروا لابوز ديالهم، خصها تعلم المعلم من الاول
ملي بدا لي طرافو يقدر هو يدير الا ما كانش الا كان على قضيه الوقت زعما ما يمكنش له يتسنى يقدر يدير الفورما قبل ما يوصل له الوقت اللي غيبغي يدير فيه لافيني يحط فيه الزليج او الرخام كيدوز الفورما وكيبقى يخدم حوايج اخرى مده واحد 4 ايام ولا 5 ايام اللي كيولي اللون موحد ديك الساعه كيقدر يدير فوق منها لابوز باش كان كتسمى بانها نشفات ما بقاش فيها الماء. واخا نمشيو هاد المره للسؤال ديال مجدولين. سامي اللي كتسولك واحد المشكل عندها الريحه ديال الطياب دائما كتبقى في الكوزينه، علاش؟ قالت عندها غير واحد الشرجم اللي هو صغير وجا في الفوق ديال الحيط يعني في السقف والشرجم صغير ما كافيش بحيث انه داك البخار ديال الطياب كيوسخ ليها السقف كيوسخ ليها الحيوط، فكتسولك في هاد الحاله اشنو الحل خصوصا عندها هاد المشكل يعني في الطبقه التحتانيه وعندها في الطبقه الفوقانيه نفس المشكل في الفوق والتحت في الكوزينه. الحل هي لاهوت، خصها دير لاهوت كوم سا باش كتابسوربي هذيك ديك لافابور اللي كتكون وما كتخليهاش تطلع للسقف او ميم طون كتحيدها حتى الريحه اللي كتبقى ديال الطياب. بالنسبه للشرجم الى قدرات توسعوا كان احسن، ما قدراتش على الاقل تركب فيه الاكستراكتور. الاكستراكتور هي الفرفاري اللي كتكون كتابسوربي ولا كتجر هي نعم كتجر ديك الريحه، ولكن ضروري من لاوت في جميع الحالات. اييه بحال الانبوب يعني خصها تخرجوا في ديك الطبقه التحتانيه وحتى في الطبقه الفوقانيه ومن بعد كتطلعوا حتى للسطح. طلعوا ديك الساعه حتى للسطح واللي كانت عندها اون كان دايزه تما لاكان اللي كيكونوا دايز فيها اللي كتكون دايزه في كتكون في جنب الحمام او في الكوزينه، هذا كتقدر تخرجوا غير في لاكان وهو ديك لاكين كتكون طالعه حتى للسطح يعني ديك الريحه كامله كتطلع للسطح. واخا ام نرجس كتسولك سامي عندها صالون بتفريشه بلديه فهي كانوا عندها الخوامي ديال الصيف ودابا بغات دير ريدويات ولا خوامي ديال الشتوى، فهي كانوا عندها خوامي اللي هما خفاف ومخدومين بتكرير خفيف وبالتنباس بالعقيق، فكتسولك واش الا بغات دابا تبدل دوك الخوامي ديال الصالون ودير اللي هما خاصين بالشتاء واش يتخدموا بنفس الطريقه ولا لا ديرهم عاديين، وكتسولك حتى داك التكرير وداك التنبات في الخوامي واش مازال دارجين على الموضه ولا ما بقاوش؟ بالنسبه للسؤال الاخير بالنسبه للتكرير والتنبات نورمالمون باقي دارج على الموضه. أيوة. غير على حسب الجوده ديالو. نعم. يعني سورتو كاين دابا التنبات اللي كيكون كيكون بيرلاش كيكونوا حجيرات شواغوفسكي نورمالمون هو اللي دابا دارج اللي دارج على الموضه. بالنسبه للتكرير حتى هو كاين باقي دارج ولكن فيه دي موديل جداد اللي كاينين دابا في الاسواق. بالنسبه الى بغات تغير ريدو باش دير موديل اللي يمشي لها مع الشتوى وسورتو الريدو كيمشي مع التلامط يعني خصها حتى الا كانت غتبدل التلامط خصو يتماشى معاهم واخا يكون حتى هو بالتنبات ويكون بالتكرير، غير اهم حاجه هو خصو يكون متناسق مع التلامط ديال الصالون. واخا نمشيو هاد المره للسؤال ديال ناجيه من مدينه طنجه اللي كتسولك سامي على ان يلاه تحولات لواحد الدار والصالون لقات فيه واحد العيب، فقالت هي ملي كتجلس كتبان ليها العين ديالها ما مرتاحاش نهائيا، علاش؟ البلاصه ديال التريه فين غادا تعلق يعني كاين واحد ديكالاج، الوقت اللي انت كتجلس كتبان لك انها راه ماشي الوسط، فدابا هي قالت بالنسبه ليها هذا عيب في الصالون والصالون صغير ما يمكنش ليها دير زوج ديال التريات باش تدرق ذاك العيب، كتسولك في هاد الحاله اشنو الحل سامي؟ شنو تقدر دير باش ذاك ديكالاج بحال هو الحل بسيط، إذا كان عندها أنفو بلافون كتحول لومبلاسمون ديال 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 الطريه، يعني كيجي لك ليلكتريسيان كيدير واحد التقيبه جوج تقيبات صغار باش كيحول الخيط من ديك البلاصه لو سونتر البلاصه اللي بغات هي صافي وكيسد. إذا كانت عندها اون غوزاس اللي كدار باش منها كيخرج الخيط باش كدار الدريه يعني هذيك كيخصها ديبلاصه. كان ما كانش عندها الفو بلافون كاين غير البلافون ديراكتومون وفيه الغوزاس يعني في جميع الحالات كيخصها ديبلاسي الخيط. أيه. وكدير ريباراسيون ديال القبص يعني الباصه الاولى كتسدها وفي جميع الحالات يعني ماشي مكلف بزاف. أيه. وحتى في شويه ديال الغبره يعني ماشي شي حاجه كثيره ولكن من ناحيه اخرى يعني ماشي مكلف بزاف وما فيش مشكل. غادي نرجع لعندك دائما الخبير المختص في الديكور سامي دنان ضمن حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي ودائما على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم. فاصل وراجعين بقوا معنا. ورجعنا اكيد على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم وحلقه اليوم في برنامجكم سيداتي
سمعتي سادتي مباشرة غادي نمشيو لفقرة بريكولاج بمجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات. وأول اقتراح غادي نبداو به اليوم من عند ظهيرة بوشارب. فظهيرة اليوم اختارت على أنها تعطينا اقتراح اللي هو خاص بالنسبة للناس اللي كيتقداو الجبن والزبدة بزاف وكيشرون في دوك العلب. فهي كتقول هاد الناس إلا خافوا على أنه ديك الزبدة ولا الجبن يتقاس بشي حاجة ولا يتعفن أو اللي يتبدل اللون ديالو، فكتنصحهم على أنهم يحطوا دوك العلب وهما مقلوبين، يعني الجهة ديال الغطاء ديال العلبة كيولي هو التحتاني. هذه الطريقة كتحبس داك الهواء، ما كيبقاش كيتسرب للعلبة نهائيا، وكيخلي داك الجبن وداك الزبدة يعني في العلبة ديالو كيبقى مزيان وكيدوم لكم مدة أطول. إذا إلا شرينا الزبدة أو الجبن في دوك العلب الصغار ومثلا حليناهم وكنستهلكوهم بشكل يومي، في كل مرة كنرجعوهم للثلاجة من الأحسن نحطوهم مقلوبين، دائما الجهة ديال الغطاء كتكون هي التحتانية. هذه الطريقة كتمنع تسرب الهواء وبالتالي كتحافظ على ديك الزبدة وداك الجبن. غادي نمشيو لاقتراح آخر، هذه المرة من عند سميرة من مدينة أكادير، وكتقول لي اختي عفاف بزاف ديال الناس كيبغيو دوك الكيكات الفرديين، خصوصا الناس اللي عندهم بزاف ديال الوليدات فكيبغيو دوك الكيكات الفرديين بالنسبة للوليدات، وكيكتشفوا أنه دوك المولات الصغار ما عندهمش، فشنو كيديروا؟ كتنصح هنا سميرة على أنه كناخدو دوك العلب أو الحكاك ديال الطماطم المركزة، يعني الحك ديال المطيشة اللي كيكون صغير ماشي الكبير، غير داك الحك الصغير، بعد ما كنستهلكوه كنحتفظوا بدوك العلب وهما اللي كنبداو كنفرشوا فيهم داك الورق اللي هو خاص بالنسبة اللي كنفرشوا عادة في اللاطة ديال الفران، كنقطعوه هكذاك بشكل دائري وكنلبسوه لدوك الحكاك ديال المطيشة وكنخوه فيه داك الخليط ديال الكيك، والنتيجة أنكم كتحصلوا على كيكات فرديين بالنسبة للوليدات واخا ما يكونوش عندكم دوك المولات الخاصين بالنسبة للكيك. عطاتنا هاد المرة أم مريم اقتراح بالنسبة للناس اللي كتكون عندهم القطنية بزايد في الدار كيف ما كانت، سواء حماص ولا عدس أو لوبيا، وبغاو يحافظوا عليها مدة أطول. فهي كتقول بتجربة ديالها غير اللي بزار حبوب، ولكن اللي بزار كيخصو يكون مخلط، اللي بزار حبوب الكحل والبيض كيكونوا مخلطين يعني قد قد بنفس القياس أو العبار، وهما اللي كنرميوهم وسط دوك القطنية كيخليوها كتصبر مدة أطول، والحشرات ولا داك البخوش الصغير ما كيقيسهاش نهائيا. إذا فقط اللي بزار حبوب، ولكن بشرط يكون مخلط اللي بزار البيض مع اللي بزار الكحل، كنرميوهم وسط القطنية كيف ما كانت عدس لوبيا ولا حمص ولا فول. فهذه الطريقة كتخلي أنه ديك القطنية كتصبر وما كتقيسها حتى شي حاجة. شكرا لك أم مريم، شكرا لسمير من أكادير والظهيرة بوشارب على الأفكار والاقتراحات اللي هما فادونا بها في الحلقة ديال اليوم. باب التواصل مفتوح معكم أنتم أوفياءنا على 0522 46 72 50 51 أو 52. في مكالمة معنا شادية على الخط من سيدي قاسم. أهلا وسهلا بك شادية. وعليكم السلام اختي عفاف. مرحبا بك، اهلا وسهلا بك شادية. الله يخليك اختي. بغيت نسولك، عندي واحد جلابه ديال المليفان في اللون ديال الباربة، واخا تقاست ليا بواحد جوج نقاط ديال الصباغه الحجبان في الكحل، بغيت تدور لي، ما خليت ما درت ليها، درت ليها ليسانس، درت ليها ديك الاقتراح اللي عطيتي ديال الملحه والماء، درت ليها ديال الحليب والحامض، اييه ما بغاوش تدول ليا. واخا ان شاء الله نعاود نرجعوا ونجاوبوا على السؤال ديالك الشاديه. شكرا لك تواصلتي معنا من سيدي قاسم. وفي احدى الحلقات يعني كنظن الاسبوع الماضي لما كنا عطينا داك الاقتراح ولا الحيله ديال الطبايع ديال الرمان، فهما اللي غادي نعملوا بالنسبه للمشكل ديالك ديال الباربه يا شاديه، لانه الباربه دل حرمان مطيشه كذلك، يعني كل هاد الخضر والفواكه اللي كيكون اللون ديالها احمر كتعتبر من اصعب الطبايع. فقبل ما غادي نرجعوا ونفكروا ان شاء الله بالاقتراح، غير نصيحه لكل مستمعات الكريمات، ما تحاولوش انكم تستعملوا الماء سخون نهائيا. فالماء سخون سواء بالنسبه للطبايع ديال الدم او للباربه او للرمان ولا اي فاكهه اللي كيكون لون ديالها احمر، فملي كديروا لها الماء سخون بحال هذيك الطبعه كتبتوها، ما كتبغيش تزول ولا تحيد مره اخرى. فما نستعملوش الماء سخون نهائيا، لانه كنشوف بزاف ديال الناس اول حاجه كيفكروا انه الماء سخون هو اللي غادي يحيد ديك الطبعه، ولكن النتيجه راه كتكون عكسيه. ان شاء الله غادي نرجعوا ونذكروا بالاقتراح اللي سبق وكنا درجناه من خلال البرنامج يا شادية، غير خليك متابعانا. نمشيو هاد المره في مكالمه اخرى معنا خديجه على الخط. مرحبا بخديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله خديجه. السلام اختي عفاف، اش اخبارك؟ الحمد لله، مرحبا بك. كنشكرك اختي بزاف على هاد البرنامج. العفو خديجه، هذا واجب. مرحبا. وكنشكر سي سامي. شكرا لكم. زعما غادي نقول لك اخويا كتفيدنا بزاف، الله يجازيك بخير. شكرا شكرا لالا. بغيت غير نسولك اخويا، عندي واحد البلاكه في المراح في 3 متر في العرض، طول من الارض للسقف، وعندي الوسط واحد البلاصه خاويه كبيره تقريبا فيها في الطول 2 متر على متر ونص، دايره فيها كتازه
كبيرة لا كتوزة كبيرة وصبغة هذاك الحيط صبغة تدلكت بالحمص وبغيت نبدل يعني طلع لي هذاك الحمص راسي وبغيت نبدل ما عرفتش واش ندير طاسيطا واش نعاود صباغة أخرى ولا ندير بليز وبغيت ناخذ الرأي ديالك الله يجازيك بخير. واخا وهاد البلاكار اش من لون؟ هاد البلاكار اللون ديالو بداك الفيرني تانتي يعني اللون ديالو فانكي ناس فانكي يعني قريب للنوار كيكون شويه مغلوق قريبا مغلوق قريب للنوار هو من الاحسن بالنسبه للدخله ديال الدار او لا كولوار كما كنشيروا في بزاف ديال الحلقات باش ما تجيش مغموقه بزاف وما نملوش من اللون من الاحسن يكون لوين ستاندار سواء بيض ولا بلون كاسي كان احسن السيده الا بغات دير البابي بان خسر هذاك لو بانو اللي غادي تصبغ يكون كبير ما يكونش مدرق الا كان كله باين دارت بابي بان كان احسن تقدر دير لو فون ديالو سواء يكون بيض سواء يكون ارجونتي ولا بلون كاسي هاد الوينات كلهم مزيانين وغيتمشاو لها مع الفانكي ديال البلاكار وي غيتمشاو معاه ويكون من الاحسن يكون تقريبا طون سيغ طون ما يكونوش فيه اللوان بزاف يكونوا لي موتيف شويه كبار ما تحاولش تختار لو ستيل باروك اللي هو ستيل باروك اللي نشرنا عليه في حلقه سابقه اللي هي ديك الزواقه بحال اللي تقريبا كتكون في الطلامط اللي كتكون بزاف في الخدادي راه زواقه كاينه في البابي بان بزاف هذيك سورتو كدار من الاحسن انها تكون في لي شومبر كوشي كتكون في بيت نعاس ما كنديروهاش في المراح ولا يعني في المراح كيكونوا يا اما مخطط يا اما كيكون دي موتيف اللي ما فيهمش لا سيميتري يعني ما مقادينش يعني شي حاجه بحال هكا كان من الاحسن سينو تقدر دير غير صباغه اون بانتور دي ديكوراتيف وتكون يعني في الوين سواء البلون كاسي ولا البلون واخا سامي غادي نمشيو هاد المره نتواصلوا مع الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج وخديجه تانية هاد المره معنا على الخط من اسبانيا اهلا بك خديجه مرحبا السلام عليكم اختي اهلا وسهلا مرحبا بك خديجه بارك الله فيك تفضلي خديجه بخير. الحمد لله مرحبا بك بارك الله فيك عزيزه وانتم أعز خديجة مرحبا وكنتمنى إن شاء الله ميد غاديو دائما تكون هي الونيس في الغربة بارك الله فيك شكرا غير عندي واحد المعلومة على ذاك المول العجيب اللي راه دابا متواجد في السوق المول العجيب أيه ذاك اللي كيكون في الصالون أيه بغيت نعطي واحد النصيحة لكاع الحادقات زعما راني حسيت التصويرة في الصفحة ولكن بزاف ديال الناس اللي ما كيدخلوش للصفحه وبغيت كاع الحادقات يسمعوها من في الراديو واخا هذه خديجه غير سمحي لي دابا النصيحه ديالك غتكون خاصه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش المول العجيب ياك اي واخا الا ما عندناش المول العجيب شنو نديرو فاحنا كنديرو داك المول اللي كيتفتح اييه كندهنوه بالزبده مزيان واخا عادي كي بحال غنديرو الكيكه عاديه أيه. وكنديرو الطبسيل داك الطبسيل اللي غارق اللي معروف الطبسيل تاع السوبر اييه فاحنا كنقلبوه على وجهه لتحت باش كيعطينا بحال القاع تاعو كيبقى الفوق اييه وكنحطوه في المول وكنكبوا الخليط نتاعنا وفاش كتدخل وكندخلوا الكيكه الفران فاش كتخرج كنحيدوا داك المول وراه فاش كنقلبوها كتعطينا الديكور نتاع المول العجيب هادشي باش بغيت وصلت الفكره التبصيله شنو غنديروا به من بعد حنا حطيناه خديجه الوقت اللي كنخوه الخليط التبصيل كيحيد لا انت سمعي دابا المول اللي كيتفتح راه خاوي احنا دهناه بان راه غنديروا فيه الكيكه عاديه اييه واخا وكندهنوا الطبسيل كندهنوا حتى هو وكنقلبوه على راسو اييه داك المول خاوي غنقلبوا على راسو كي بحال داك القاع اللي كيكون في الطبله هو اللي غيكون الفوق وداخل أيه. المول واخا وداك الخليط نتاع الكيك كنكبوه فوقه دونك داك العجينه نتاع الخليط غتكون في داك الطبسيل باش مين غادي نحيد الطبسيل غادي يعطينا القالب نتاع المول العجيب اييه كيبقى هكذاك الاثار ديالو ديال الطبسيل وهكا واخا واضح خديجه اختراعي هذا واخا تبارك الله عليك خديجه وشكرا لك تواصلتي معنا من اسبانيا نعم فعلا وشفتها في الصفحه وبدات كتجمع اللايكات من عند المتتبعين ديال الصفحه خديجه مشكوره وهذه فرصه باش نذكر المستمعين الكرام اللي بغاو يزوروا الصفحه وغادي يلقاو الاقتراح ديال خديجه ومشروح بالصور لانها مشكوره هي وضعات الصور ديال الطريقه بالضبط وهكذا غادي نتفهموها اكثر شكرا لك يا خديجه تواصلتي معنا من اسبانيا غادي نمشيو هذه المره نتواصلوا مع حنان على الخط معنا من الخميسات مرحبا بك حنان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله عفوا كان ديك واحد السؤال عندي واحد التريكو ديال ولدي قاسوا لي ستيلو اييه
تعطينا عفاك شي نصيحه باش نحيد داك السيم. واخا غير هكذاك مكتوب به ولا المداده حنان؟ لا المداد. المداد واخا نجاوب على السؤال. تريكو فلورونج. واخا شكرا لك حنان، تواصلتي معنا من الخميسات في مكالمه اخرى. هذه المره مالك على الخط من مدينه طنجه. الو الو اختي عفاف، كي دايره؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بك مالك. الحمد لله بارك الله فيك. كنشكركم بزاف على هذه النصائح والمعلومات اللي كتعطيونا، كنستافدوا بزاف. العفو، مرحبا مالك. ربي يخليك. بغيت نسول اخ سامي عفاك، انا ماشي بزاف هذه باش صبغت الكوزينه، وعندي سخان في الكوزينه. أيه. الو طلق لي الدخان في السقف وبدلت له جيكلورات، داكشي مابقاش دابا تيخرج الدخان، ومسحت ديك البلاصه بجافيل والماء وزال يعني، وبالحق بقى ديك البلاصه بحال موسخه شويه، كتبان موسخه. بغيت شي حل من غير انني نعاود نصبغ، واش كاين شي حاجه اللي ممكن انني نحيد بها داك هذا ما يبقاش زعما يولي ابيض مزيان؟ واخا الصباغه اللي عندك واش صباغه بريونت لاكي؟ صباغه الزيت يعني. صباغه الزيت. وجربتي بجافيل وما حيدش؟ وحيد كميه كبيره حيدت، ولكن بقى داكشي بقات البلاصه كتبان بحال يعني موسخه شي شويه، ماشي بزاف. خصك تعاوديها بجافيل وديريه في البخاخ يعني رشاش، ويكون عندك شيفون نقي. من الاحسن يكون بيض باش ما يطلقش، كترش وكتمسح به. والا توسخ خصها تبدلو دابا، حيت ملي كيتوسخ كيولي هو كيطلق يعني. ما كتكونش النتيجه 100%. واخا غير الماء جافيل الوقت اللي ديرو في داك الرشاش ما تستعملش معاه الماء ثاني، ما يكونش مخلط. تزيد عليه واحد شويه ديال الماء، ماشي مشكل. تخلط معاه شويه، تزيد معاه شويه ديال الماء وكيطرش وتمسح بالشيفون. من الاحسن يكون بيض باش ما يطلقش اللون ديالو. مره مره كتقلب شيفون، الا توسخ يا اما تقلبو ولا تبدلو. واخا من بعد مالك من طنجه هذه المره. نعم لي بالنسبه للسؤال ديال السيده ديال السيلو، سواء تستعمل الاكسجين، سائل ديال الاكسجين كيتباع بحال شكل في قريعات بحال شكل ديال ليسونس، ماء الاكسجين، او لا تستعمل العصير ديال السيترون. والعصير هادو كيحيدوا كلهم، كيحيدوا السيلو من 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 الحويش. واخا سامي مشكور. نمشيو هذه المره نتواصلوا مع خديجه على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بخديجه. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيدير عفاف؟ كيدير اخت سامي؟ اخت سامي الحمد لله بارك الله فيك. الله يخليك. عندي واحد جوج اسئله. اييه. عندي واحد صالون فيه 3.5 على 4.5. واخا داكور. وياك ركز معايا عفاك اخ سامي. مرحبا. 3.5 على 4.5، وذاك الدرع اللي ديال 3.5، ذاك الحيط اللي فيه 3.5 خارج منه بالكون واحد جوج مترو، وخارج وكاين الباب ديال البالكون. داكور. والحيط اللي فيه 4.5 كاين الباب ديال الدخله ديال الصالون، جات في الجناب. دابا ما عرفتش التفريشه كي غندير ليها، واش نسد هذاك الباركون، واش ممكن نخليه محلول ولا ما عرفتش. وبغيت عافاك واش ندير العود ولا ندير غير داك البونج ديال 70. واخا داكوغ باش نمشي معاك. الجهه ديال 4.5 قلتي كاين فيها الباب، هو اللي فيها الباب ديال الدخله. دا فيها الباب. هي اللي فيها الباب. هي الدخله. داكوغ. دابا في الحاله اللي كيكون عندنا البالكون في وسط الصالون وما عندناش لاكسي منين ندوزو ليه من بلاصه اخرى. من الاحسن وكان ضروري باش نستعملوا البالكون، وما كاينش عندنا الطول بزاف، ما كنكوندانيوش البالكون كامل، كيتكوندانا النص ديالو. كنعرفوا البالكون غادي يكون عنده جوج بيبان كيكونوا كوليس، واحد الباب منهم كيولي كونداني، يعني الصالون كيوصل حتى النص ديال الشرجم وكيمشي حتى للحيط وكيعاود يدور. فهاد الحاله هادي يعني كيكون ال، كنديرو على شكل ال وكيجي ود لافاس الاخرى اللي كتكون اون فاس. الى 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 كنا ما عندنا يعني دوطخ بياس فين غادي نجلسو، كتقدر دير فيها الموبل تيلي مع لا تيلي والريسيبتور كيجيو اون فاس. الى كان ما غاديش يكفي بالنسبه للناس، الى كان ما غاديش يكفي وكان مشكل ديال ما كاينش على حساب العدد ديال الناس، يعني ما كاينش صالون واحد اخر، كنضطروا في هذه الحاله باش كيكون ان كانابي اللي كيكون اون فاس مع الصالون. كيجي بانك يكون عندنا ال. أيه. شد من النص ديال الشرجم مشى حتى للحيط وعاود دار مع الحيط الاخر طويل اون فاس معاه. سواء غدير موبل تيلي اللي غادي يكون محطوط تما باش يكون فيه تلفازه، سواء غدير فيها كانابي اللي غادي يجي في الوسط وغيكون كبير شويه. خمسة غادي يكون غنستغلو تقريبا الصالون كامل، وما غاديش نديرو تفريشه عاديه يعني ملاقيه كامله بحال شكل ديال التفريشه بلديه، وما غنكوندانيوش البالكون. واخا كانت سؤالات غير على بالنسبه للعود ولا البونج شنو كان من الافضل انه العود. الا كانت غدير تفريشه كيف ما قلت لها وغادا تكون روميه، غديرو يكون طابيسي، يكون مغلف كان احسن. أيه. نمشوا هاد المره من بعد خديجه غادي نتواصلوا مع اسماء على الخط معنا من مدينه مراكش. اهلا بك اسماء.
الو مرحبا بك اسماء. بارك الله فيك استاذ عفاف. كنت الله يخليك بغيت نسولك على واحد الماكينه الكاطو. اييه ديك الكاطو تاع الزوق بحال العشري هذاك سميت. اش من ماكينه هذه؟ ما عطيناش الاسميه ديال الماركه، عطينا غير الشكل ديالها. اش من ماكينه بالضبط؟ ديك اللي كدور حتى قديمه كانت عند الناس القدام، ودابا كاينه كيخدموا بها كاطو طويل بحال مشطه. واش اللي كتلصق في الطبله؟ اللي كنلصقوها في الطبله وكنخدموا أيه بها؟ اي أيه ديال الكفته. أيه هي عاده ديال الكفته كنخدموا بها حتى الكفته. الكفته فعلا. شفت هذا قاش جديد يلاه خدمت باش مرات كدير لي الصدوق كي كتلق الصدى من الداخل. كتلق الصدى. اييه واخا. ما عرفتش كان نصيحه نصيحه من عندي، الا كانت كتطلق صدا سورتو غدوز غدير فيها شي ماكله. نعم. يعني من الافضل انها ترمى. نعم ما كتبقاش صالحه نهائيا. ما صالحاش واخا دير لها حيت الصدا كنعرفوا بان توكسيك. نعم. وكيخرج يعني من الميطار من الداخل. يعني ماشي شي كوش اللي من الفوق، من الافضل ان تيفيتي تخدمي بها. فعلا سميت وبارك الله عليك، لانه داك الصدا الا كان جاي من المعدن من الداخل فراه مشكل. يعني مثلا كنقولوا الا كان الصدا غير مثلا قاصها الماء ومن على برا ودوك النقيطات هذوك ساهلين باش كنعالجوهم. غالبا الصدا كيكون من الداخل. غالبا من الداخل لانه كيتسرب لديك الماده الغذائيه وكيصبح سام كيف والحمد لله بان بان لها الصدى. نعم. حيت دي فوا ما كيبانش لينا سورتو بحال دابا شي اون ماشين اللي كتكون مسدوده وكتبقى الواحد كيستعملها هي اللي كدير بزاف ديال الامراض. نعم. يعني من الافضل انها تيفيتي تخدم بهذا الماشين. نعم وخصوصا هذه الماكينه لانه الاستعمال ديالها كيف ما يعني قالت اسماء هي الاستعمالات ديالها كثيره بزاف، فكنطحنوا فيها الكفته، كنصيبوا بها الرزيزه، كنقدروا نصيبوا بها الشباكيه، ويعني عندها استعمالات كثيره. فاذا كان الصدى من الداخل وجاي من المعدن الداخل فمن الاحسن انك ما تبقيش تستعمليها. يا اسماء غادي نمشيو هاد المره نتواصلوا مع ام ضحى معنا على الخط من مدينه اكادير. مرحبا بام ضحى. السلام عليكم. كيداير راهي تعليك؟ مرحبا بك ام ضحى، اهلا وسهلا. ربي يخليك. بغيت غير نسول الدكتور سمير على الخبير في الديكور. لاباس عليكم مدام؟ الحمد لله ام ضحى، اهلا وسهلا. شنو هو سؤال؟ الله يعطيك الخير. هذه الكوزينه جبت فيها الجلي ياك؟ اييه. وبغيت اشمن لون عندي فيها 24 على 3. 24 على 3. هي اشمن لون غندير فيها في الزل الزوجه ديك داخل؟ وبغيت البلاكارات بغيت انا بغيت نديرهم في البيج والبوانيات بالاحمر. البيج والبوانيات في الاحمر. كيفاش وقع الاختيار ديالك بعد على هاد جوج الالوان؟ ما عرفتش جبنا صافي. واخا خصك تشوفيهم بعدا قبل ما حيت قبل ما ديريهم، حيت بعض المرات كيكون الاختيار ديالنا كيكون غير صائب. قبل ما ديريهم يعني خصك تشوفي المارياج ديال الباج كيفاش كيجي، واو ميم طون اش من درجه غيكون بها الباج واش من درجه غيكون بها الاحمر. وبغيت نسولك عفاك على الصاله، شمن الزيت غندير فيها في الارض؟ عندي 4 متر و20 على 4 متر، وعندي المراح عفاك شنو نجلج في الارضيه بشي في كل شيء الله يعطيك الخير. والطوانيت عندي مظلمه، شنو نجلج بغيت ندير فيها؟ ما عندي كل شيء، الدار عندي دفات الا الطوانيت اللي عندي واخا خليك معايا انا غنمشي معاك وحده بوحده. نبداو بالصالون مع وسط الدار. هو من الافضل ان الصالون كيكون غالبا كيكون محلول على وسط الدار على الكلوة، انه يمشيو زليج واحد. بالنسبه للارضيه يعني على حسب الامكانيات ديال كاين زليج اللي كيبان هو تقريبا فحال الرخام، كيكون مزيان لا في المنظر ديالو لا كل شيء، يعني تقدر تستعمله. سينو كاين الزليج اللي كيعطي افي باركي، يعني كديرو في الدار كامله كيبان بحال داير الباركي في الدار. وهو راه زليج يعني كنستعملوا الماء وكننظفوه ما تخافش منه، ماشي بحال باركي. سينو ما درتيش الزليج افي باركي، تقدري ديري زليج اللي غادي يكون في البياض ولا البلون كاسي ولا واحد الكري اللي يكون مفتوح بزاف باش يتماشى لك مع كل شيء. بالنسبه للتواليت عندك مشكل بانها مظلمه، اول حاجه الزليج يكون بلون مفتوح، كيقدروا يكونوا فيه شرشيشات ولا شي زويقات يعني بلو سيال ولا بالبلو ولا بالكري ولا يعني كاين بزاف ديال الموديلات. واهم حاجه هي الاضاءه خاصها تبدل، ما نبقاوش نديروا غير داك البوله وحده في الوسط، يعني نحاولوا نديروها فو بلافون ونديروا فيه دي سبوت اللي يكونوا بالليد كيعطيو كيضويو مزيان. يعني دابا كاع كاريمون كيكونوا لي سال دو بان صغار وكيدار فيهم زليج اردواز. الاردواز هو اللي كيكون غري نوار كيكون فونسي ومات ماشي بريون، ولكن الاضاءه هي اللي كتبين لا سال دو بان. كيكون عندنا مشكل ديال الاضاءه، يعني من الافضل الاضاءه تكون مزيانه. بالنسبه للسؤال الثالث اللي قالت لنا السيده،
هي كانت فقط كانت سولات على السؤال الاول كان خاص بالكوزينه على داك الاحمر مع الباج هذا يعني تشوف الدرجه ديال الاحمر اللي غتمشي لك مع الباج وما تنساش قبل ما تاخذ لا ديسيزيون في هاد لي بلاكار هاد اللوان اللي غادي دير حتى تكون دارت لو شوا ديال هادي الزليج باش يمشي معاه بالنسبه للالوان ديال الزليج يعني كاين الوان كثيره كاين الباج يعني الا لقات ان باج اللي يكون مفتوح بزاف كريم ولا باج ولكن يكون مفتوح بواحد الدرجه مفتوحه بزاف دير لو شوا ديالو هو الاول وديك الساعه تشوف اللوان اللي غيمشي معاه انا من الافضل انها بالنسبه لي بلاكا تحاول سواء دير الاحمر سواء دير كاريمون دير باج غير الا كانت غدير باج الحيط كيخصو يكون يا اما ابيض يا اما بلون كاسي باش يمشي لها مع داك الباج وباش الكوزينه ما تظلمش واخا سامي تكلمتي على الاضاءه وهي نقطه مهمه بزاف الناس اللي مثلا عندهم الحمام يعني الدوش ولا حتى الكوزينه كيكونوا مظلمين ولا مثلا ما فيهمش الشرجم نهائيا اللون ديال الاضاءه اللي نختاروا اشنو اللي كيوسع شويه كيبين المساحه كيعطي داك التمويه انها كبيره واش الضوء الابيض ولا الصفار ولا دابا ولينا كنشوفوا واحد الضوء اللي هو ابيض ولكن كيعطي شويه واحد الغفلي بحال الازرق ديال الزرق يعني ليد هذاك اضاءه مزيانه كتضوي مزيان ولا كونسوماسيون ديالها ضعيفه بزاف اقتصاديه اكثر من دوك لي لامب اللي كانوا شحال اللي كاينين اللي كنقولوا لي لامب ايكونوميك هما اقتصاديين اكثر منهم كنعرفوا البوله العاديه اللي كانت شحال هذه الصفراء كتبدا تقريبا كاين 40 واط كاين 60 واط ولكن 40 ما كتضوي والو يلاه كدار في لي زاباجور كتضوي على راسها كانت 75 ولا 100 واط هي اللي كنا كنديروا باش كتضوي مزيان موراها جات لامب ايكونوميك كتقدر عندك 24 36 واط كتضوي اضاءه بحال تقريبا بحال 100 واط كتضوي مزيانه بالنسبه لهاد لي ليد اللي ولاو كتلقى فيهم 8 حتى 10 واط الاضاءه ديالهم تقريبا اكثر من 100 واط اللي كانت قديمه يعني وهاد لي واط هما اللي كيعطيونا العدد ديال لا كونسوماسيون اللي كتكونسومي البوله يعني الكونسوماسيون ضعيفه بزاف هذا بالنسبه لهذيك الاضاءه اللي قلتي انها كتضوي مزيان وحتى في ليسباس كتبين ليسباس مزيان اللي كيبين لنا ليسباس كبير هو الاضاءه وحتى الصباغه او الزليج اللي كنكونوا دايرين الا كان باللون مفتوح هو اللي كيعطينا ليسباس كثر وفعلا هي نقطه مهمه بزاف فسامي داكشي علاش بغينا نشيروا ليها وما تفوتناش في الحلقه ديال اليوم فراغ الاضاءه كتلعب دور مهم حتى في التفريشه يعني كتكون اضاءه كتبان لك تفريشه في شكل والوقت اللي كتبدلها كانك بدلتي ديك التفريشه ما بقاتش هي فراه يعني مهمه بزاف نبداو نردوا لها شويه البال غادي نرجعوا نواصلوا حلقه اليوم دائما في برنامجكم سيداتي سادتي مع الخبير والمختص في الديكور سامي دانان اللي مرافقني في الحلقه ديال اليوم فاصل وراجعين خليكم معنا ورجعنا اكيد على ميد راديو دائما تواصلنا معكم مستمعينا الكرام على 0522 46 52 51 او 52 غادي نمشيو هذه المره باش نتواصلوا في مكالمه اخرى غادي ناخذوا زهيره على الخط معنا اهلا وسهلا بك زهيره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله لاباس الحمد لله زهيره مرحبا بك ربي يخليك سي سامي لاباس عليك الحمد لله بارك الله فيك بالنسبه عندي واحد جوج اقتراحات وواحد السؤال سي سامي واخا راني كنت قلت لك عفاف وقيلا كان الاجابه ديالو ما سمعتش كثير واخا ماشي نبداو بالاقتراحات الزهيره بالنسبه للاقتراح الاول هو الى تهرس لينا تقلينا مثلا شي كاس ولا هذا ما نلوحوش غادي نصاوبوا به واحد بحال كذلك كنحطوا فوق منها الحلوه او لا ديت الحلوه ديت الحلوات الصغار او لا الحلوه بحال كاطو كناخذوا داك الكاس كناخذوا البليطه كنحاولوا على ديك الشقه كنهبطوا بحال نقيطه نقيطه مورا نقيطه على ديك الشقه حتى كنغبروها وكناخذوا الفوق ديالو كنحاولوا ندوزوا الصباغه ديال الدساج من الفوق ديال الفم ديال الكاس ومن التحت ديالو وكناخذوا واحد الطبصيل ديال الدساج يكون كبير يكون دائري يكون يقدر يكون عنده الحاشيه اولا مشنف اولا المهم واحد الاختيار ديالو وكناخذوا نفس الصباغه اللي درنا بها الكاس كنحاولوا ندوروا على الجناب ديالو كاملوا داك الطبصيل بديك الصباغه وكناخذوا الساق ديال الساج وكنجيو للوسط ديال داك الطبصيل من التحت من القاع ديالو من التحت وكناخذوا الكاس من الفم ديالو كنلصقوه واخا ياك مفهومه اختي عفاف دابا الكاس غيولي هو التحتاني اي الكاس هو الطبصيل هو الفوق منه والطبصيل الفوق كنلصقوه كنخليوه حتى كيلصق وكنستعملوه بحال كنحطوا فيه حلوه اولا
كنكونوا شرمينا داك الكاس على ضمانتك لانه مشخوخ ما غيتهرش الجزائري. لا ما غاديش عرفتي علاش؟ علاش دوزنا ديك الكليطه على ديك كامله ثبتناه صافي بحال الحمناه. تبارك الله عليك. الله يبارك. واخا الاقتراح الثاني. الاقتراح الثاني هو داك الاقتراح كانت سولت عليه الاخت البارح ديال البلاطو. اييه كون مصدي ما غاديش نلوحو كناخذو كنحكوه ياك بجيكسة بهذيك بالقاعد الحرش اللي كيحيد داك الصدى وكنصبغوه بداك الرشاش يكون نوار وكنخليوه حتى كينشف وكنعاودو نديرو ديطاش بالرشاش برونز. اييه كيعطينا بحال النحاسي داك اللون كيكون ما بين الكحل وما بين النحاسي. كناخذو في الوسط ديال داك ديال الوسط ديال داك البلاطو كنديرو الفاق وكنلصقوا ليه فلوغ سيشي وتكون شي ورده الوسط او لا مهم كل واحد واختيار ديالو شنو بغا يلصق الوسط او لا يقدر غير العقيق ولا هذا يجمع الوسط وكنديو عند مزاج كيدير لنا واحد الاطار الوسط زاجة على الوسط ديال داك البلاطو بحال كيغطي لينا داك دوك لي فلوغ سيشي باش ما يتلاحوا لينا ما حتى شي حاجه. وكناخذوا ملي كنجيبوا من عند مزاج كناخذوا دوك الكوردون تكون مدفوره وكندوزوا على الحاشيه كامله ديال داك البلاطو وصافي كنبقاو نستعمل نحطوا فيه الماء ولا نحطوا في الصالون اولا هذا المهم ما كيتلحش لينا داك البلاطو في نفس الوقت كنبقاو نستعملوه. تبارك الله عليك زهيره. شنو هو السؤال ديالك؟ بالنسبه للسؤال ديالي هو اللي كان كثر داك الخطره بالنسبه لداك البلاكار. دابا مع كيتحول كنحولو من هنا من هنا ومع التحوال بحال الديفورماليه مابقاش كيشد المهم البيبان ديالو باقي صحاح. المشكله انه داك الكادر ديالو الدخلاني هو اللي هو اللي هو اللي دار هو اللي تخسر. اش متعوج تعوج زهيره؟ تعوج كله. هذا بلاكار بلاكار هو داك البلاكار ديال الماركه ديال الطاليان هو ماشي عود. وي بواستراتي فيه هذا. اييه هو هذاك. دابا عندي واحد الاقتراح بغيت نشوف واش هو هذاك يمكن يصلح ليا ولا لا. اللي هو؟ ايه هو غنجيب المعلم غادي يدير ليا بلاكار يصاوبوا ليا في الحيط. وهذوك البيبان نحتفظ بهم باش نحتفظ بهذيك الكامه ما نحيدهاش. واش يصدق ليا ولا لا؟ هو ممكن انك تستعملي هذوك البيبان غير هما دوك البيبان نورمالمون لو بوا ستراتيفي يعني المنظر كيكون المنظر غزال ولكن من ناحيه الصح يعني كيكونوا شويه خصوصا الحاله ديال الظاهره لانها كتحول شحال من مره وكتبدل الدار فكل مره كتهز داك البلاكار. لا في الحاله الا دارته في الحيط يعني ما غاداش تهزو. نعم يعني لا في الحاله ديالها حاليا انها باش ديرو في الحيط تصوب في الحيط وديرو يعني ممكن انها تستعملو كامل. يعني ملي غتجيب المعلم خصو ياخذ العبار بالضبط باش يصوب لها الداخل ديالو يكون كتدخلوا بحال شكل ديال صندوق تسد عليه وحيت واخا كنبنيوه نورمالمون كيخصنا نديروا لابياج من الداخل بالخشب. وبالنسبه للبيبان غدير الكادر غادي يبني فو كادر اللي غادي يبني عليه البناي وغدير الكادر ديالها ويتشدوا فيه البيبان. غير هو من ناحيه الصح يعني الصح ما نضمنش لها يعني 100%. نعم ما كيصبرش مده طويله ماشي ديال الدوام. نعم مشكور الخبير والمختص في الديكور سامي دنان على كل معلومات وكل النصائح اللي دائما كتفيدنا بها في كل لقاء كيجمعنا معك. شكرا لك سامي مره اخرى. حنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي. ان شاء الله مزيد من الافكار ومن الاقتراحات في الحلقه ديال غدا. وما تنساوش تزوروا صفحه البرنامج الرئيسيه والرسميه والوحيده وهي اللي كتحمل شعار العالم الوطني والرايه المغربيه فهذيك هي الصفحه الخاصه بالبرنامج. زوروا كذلك مجله المراه المغربيه بامتياز موقع lalamunati.ma لتلقوا فيه كل ما يفيدكم. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد كانت معكم في الاعداد والتقديم مجدولين علامه الادريسي رفقتني في الاخراج وسامحه مشكوره كانت استقبال مكالماتكم. شهيه طيبه الى اللقاء.